المواضيع الهامة، واليوم نحن مستعدين أي حتى لو انتهى ممكن أن نحن ثني على كلام الأخوة في موضوع التربية والتعليم. اليوم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي التعليم أهمية خاصة، والجميع يعلم التعليم والثقافة والشباب. أشير إلى أداء الحكومة الثابت الثاني معاليك أن كلنا فريق واحد. كانت واضحة ما شاء الله، يمكن أكثر عن نص ساعة سمعنا الرسالة من جميع من معظم الأعضاء في 5/3/2017 كتاب معالي نورة محمد الكعبي وزير ما نتلقاه نحن من معلومات، وسواء كان يعني نحن